وعقد حزب حماة الوطن ببورسعيد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي ولفيف من قيادات الحزب وأعضائه وعدد من الشخصيات العامة. وصرح أمين عام حزب حماة الوطن بأمانة بورسعيد محمد سلامة أن ما حدث على أرض مصر في السنوات الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، لافتا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها تقدم كل ما لديها من أجل المواطن المصري. لازم يبقى نزود مدى الوعي عند جموع الشعب المصري ان مشاركته ايجابيه عشان نأيد اي قرار بيتخذه الرئيس، علشان نبين له ان احنا داعمين ومؤيدين للي هو شايفه مناسب للامور اللي تخص امن مصر، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه في خاصه في الظروف اللي بنمر بيها. يعني الرساله زي ما انتم شايفين الجموع واللي بره واللي جوه بتتكلم، وهي رساله واحده ان احنا بنأيد وبندعم وبنسند السيد الرئيس في المرحلة القادمة واللي بعدها، وبندعم كل قرارات السيد الرئيس في عدم التهجير وفي القرارات بتاعة غزة وفي قرارات الأمن القومي اللي خاص بمصر وبالمنطقة المحيطة بمصر، واحنا طبعا كلنا وراه وإيد واحدة وشعب واحد. واللي الرئيس عمله من إنجازات في الفترة اللي فاتت هي اللي بتتكلم عن نفسها، سواء كان في الإسكان أو الصحة والتأمين الشامل. هنا في بورسعيد عندنا حاسين بيه جدا. النهاردة جاي عشان نؤكد على كل مواطن في بلد بورسعيد العظيمة الباسلة إنها تنزل الانتخابات. لازم ننزل ولازم نشارك ولازم ندي القدوة لكل دول العالم. احنا لازم نساند القيادة السياسية، لأن مساندة الشعب المصري للقيادة السياسية بيدعمه قدام العالم كله علشان تبقى قراراته مؤثرة وعشان يستجيب لها الناس. المساندة يعني ايه؟ يعني ننزل الانتخاب، يعني كل واحد ده حقه المشروع القانوني انه ينزل علشان يساند القيادة السياسية في القرارات السياسية القوية والحساسة في هذه المرحلة العصيبة اللي احنا بنمر بيها.